أسس هذا الوطن وطن المهاجرين والأنصار على قيم الأخوة والمساواة في الحقوق والواجبات والتسامح والوحدة الوطنية المقدسة التي نعتز بها والتي تشكل إحدى الركائز الرئيسية في قوة هذا البلد ومنعته. فهذا هو الأردن وطن العرب وملاذ أحرار الأمة، والمواصلة الحقيقية عندي هي الإيمان بهذا الوطن والانتماء إليه بغض النظر عما سوى ذلك من الاعتبار.